إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي الإنسان يا معنى حباه الله أسرارا فجاء يعطر الكون وينشر فيه أنوارا أخي الإنسان يا معنى حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان أرقصوا كمين غادي طيب هما رضيعا لبان حكمة وتقى وساكن وطن مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبان يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخي الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءت أزمان إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرأة إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع سائقها إن لم يسغها قريع الشعر حسان أنا ما برضه ما يستبس لحن كي بيد ويدا معنا شان قبودي شد حيل إحنا كبرنا ما ذا؟ إيه؟ لا تحسبن مثل مرسى سرورا دائما أبدا. أها. وحيقول إذا شفاك خليل كنت تألفه. فضل سواه فكل الناس إخوان وكد من كل الذنوب. يا؟ وإن بتبك أوطان. فقولوا بلادين لها أوطان. اوكي مركب بيتك يعني صور دافني مركب لم عليه هاي هو اسكم اذا ايش اذا نبى بكريم موطين فله وراءه في بسيط الارض او طن تقريبا هو اسكم معني هاي محاكلوا كيف قمر يا رب يا رب خلاص الشباب يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد إن شوان لا تغتر الماء بشباب رائق نظر فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات معان هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب استهويه الشيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء طيب مركب واحد شراها الضباء فرق وين بيت شراها مركب الضباء لا بس لما دورك بيدنا وينسك قدرين إن شاء الله تعالى واي مركا ويكب دانا إيسا صدق دي لحنا انكي بيت وعيوب هانا إيسا مركا يا بيدتك كلا دوان اوكي مركا وحيوب هانا إيسا إن ليس بربر ديقا مركا هاي الله مستعان بس هادرت ليس بربر ديقا مركا سنما شخص وقاتي لأيقو دي بلو أقول لها بطو ويحي الأورنجري خضوضي هرأيه هي مركة مؤلفات كأسر كان مركة ديبلو بلابت لكن على كل خير إن شاء الله حسب الفتى قفك وحا كفلا فتوه مركة نكرة ليرادة اللي وقتشد لكن قف أمبو هادك وضع حسب الفتى قفك وحا كفلا عقله عقلي سأياء وقفلا خلا ساحب إنه يهي
صاحب كاسو يعاشره ومارت الله مستعان لدغ ميو إذا تحاماه هدي أمرك كل أحد أوجيو إخوان وخلان ولا رأيو صاحب هدي جويا عقلي سامرك أوجي أوجو في لين هاي يعني مارك الله مستعان صاحب أوجو فلان عدد بشر كيستو أدو هشتو هدي صاحب بدي ولا ليه دتك تقالي مارك يسون كو جويا عقلي أجا مارك أوجو في لين هاي معنى كلام نقول كرتاو يعني عقلي أوجو كادي كريا إن وحكست بكل صغيرة وكبيرة مركا أدلو ذاكتو صاحب بدي إيه ولا ليه أم أد وحكست بكتلة ضربتو يا حيانا العلوس مو إيه وحي كلا مركا عقلقا يؤداسو إيه قرش هذا معنا سنو معنا لكن معنا هرأي يدمو دا مركا إنو وناكسين إن شاء الله تعالى حسب مركا ومبتديه حسب مضاف فتن مضاف إليه عقل وخبرك عقل ومضاف هذا سنة وضمير متصل ومارك تعالى مستعان في محل جر مضاف إليه خلن تان هذا ضمن تكحاله وحتر هذا حال كونه بوكو في لين هاي عقل قاس خلن إنه هاي صاحب إنه هاي صاحب كاسو يعاشره جملة فعل كمضارع هي فعل كسو مستترة هي ضمير في محل رفع كي يلا في مارة مبنى على رفع لكن محل نصب كي يلا مفعول كهي جملة سنح أرانا في محل نصب جد جد ونعت مركب خلن تان صحالك محيط هاي نعتوت إذا تحاماه إخوان وخلان كون هران مربضا أصوى مرنا إذا تحاماه إذا تشرط إذا هدوء إيه تحاما وفعل مضارع فاعل كون ومحي مستطر تقديرك وهو هذا سنوى في محل نسب ومفعول كيوهي عفوا إذا تحاما وفعل كمضارع له فاعل كنا إخوان إيه خلان كاسول وقعد فن فاعل كلام يعني فاعل كقعد فن هذا سنوى ضمير في مبني على رفع في محل نسب مفعوله مركا وجملتنا مركا وجملتنا الشرطيات هذي. طيب إذا تحاماه قرمو كفل نانا يا إذا وقت جيبو كفل نانا يا تحاماه وجويو ويكفوا جادان إخوان ولا رأي وخلان مصاحبه هو إسقى يكفوا جادان. يا هما يجو رضيع لبنين يعني واحد مارك اللي معانا وذا النوجيوي حكمة هما يجو حكمة يعني واحد مارك حكمة ذي وتقن عبسيوي وساكن وطن لبا ودن ود الدقيوي مال مال ايو وطغيان يعني ما رت حد قدمنا ماشي نحكوا كو ده حكمه يا عبسدو واسدي الما متانه هو ناس بدن وغي طغيانك يا مالكنا واسدي لبا قفو مركا دول ود دغون معنى لبدنا ما كلا فاروقان لبدنا ما كلا فاروقان ماشي عقل جيرو يا حكمتي تقوى يا عبسينا ويتال ماشي التقوى يا عبسي تالو حكمة ذنه ويتالو ودى إليه واتيره سبحانه عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان هدي هذه إلهي كعبستان حق يبادل كوحد كوكال قرطان كوكال سارتان أي مركة إلهي دنسينا يا سبحانه عز وجل بل إنيه هي أمارك حق يبادل كأد مركة كوكال سعدان مالك يطغيان كون واوضا سعدان يا يعني مارت واتير ربي الله سبحانه عز وجل هدي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء هدي إله ابن آدم كرسق واسعين لها دونك حد قد بها غوا بك قادر هاي وقارون بمحا أقوع عنا قوق أوحا أقوع عنا محي مالك سأقوع عنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك له دار الآخرة إلى آخر القسم هما رضيع لبان وهي حكمة وتقى هما سكر نسان مبتديال يا خبريه وهي وساكن وطن وهي مال وطغيان إذا نبى بكريم موطن فله إذا نبى هدو كعد يوناضه بكريم كما ركت كريمة أو نكسن موطن مكان الدقنين بوسو الدقنا يو مارت لولو الدقنا هدو علو كل نقضه فأوطان وضمك له أيا كائنة أسقناتي له إسقه فأوطان وضمكلة أو في بسيط الأرض أرلد ما ركت الله مستعان بلار كيدة تالله أو وراءه أي وراء هذا الوطن ودن كاسق عيرو كن قضي دبدي ساء أيا كائنة أسقناتي محي له سبع أسقنات هدي ما لك وعلو النجارات وتفهم ويدو تي له أرلدي سوا محي وواسع ومرتاس مركا وحي قبل إساء تي الدنيا ديتي دين تلاضها تدين تهدي ماشي وقفكو ده إلهي كو عبد كروايو وشعايتي الظاهر كايدو كومو جسن كروايو وحمركا واجب كنو قنايسي إنو محي كهاجرو يا هدو مركا دينتي سو كومو جسن كراسي إنو كهاجر أمركا واجب كنو قنميسو
inuu ka hajaraa marka waajib ku noqonayso hadii laakiin diintiisa uu ku muujisan karo oo aanu ku muujisan karin oo maaragtay allah mustacaan shacaairtii guud ee islaamka aanu muujin karin marka maxaa waajibaysa inuu maxay ka hijrooda ayaa waajibaysa allahuma ilaa inuu qofku dee daruuro iyo xeelacinkaasu marka u banayn kara ay jiraan mey laakiin asal ahaanna dhulka isaga ama dhulka gaaladu asal ahaan in la degaa waa xaaramiyo sidaas ma waati nabigu alayhi salaatu wasalaam laa taraa narahuma oo asalka dhul gaal in la dego oo laga maaragtay deegaan dhigto xaaraam weeye ilaa maa maxay waxyaalay culimmadu ay kasoo reebeen mooye qofkii caafimaad u yimi oo markaa maaragtay dhulkiisii ama caalam islaami aan ku helaynin qofkii aqoon u yimid oo aqoontaasi aanay markaa dhulkii dunida muslimka aanay oolin qofka daaciga ah oo markaa isaga ummaddii maaragtay ama gaala soo islaamaysa ha noqdaan ama kuwa islaam islaamnimada loo ilaalinaya ha noqdaane maaragtay allah mustacaan muhiimadiisa iyo shaqadiisu ay tahay sidaa u yimid yacni maaragtay waka umracinkaasa waa laga soo reebaa laakiin asalku waa maxay asalka in dhul gaalo la degaa markaa xaaraam weeye way idaa naba bikariimin mawtinun idaa naba hadduu ku cidhiir noqdo bikariimin ku wanaagsan mawtinun hadduu ku cidhiir noqdo idaa naba hadduu ku cidhiir noqdo mawtinun marka nabada ficilka faacilkiisa mawtinun wey bikariimin jaari majruurkaasina ficil ku tacalluqaya fa awtaanun awtaantaas waa mubtada waana yani maaragta allah msan jawaab shardigii weeye ficilkan horena waa maxay waa ficil shardi horena mar badan usoo marnay waxa kan fa awtaanun taas waa mubtada awtaanun waraa waxay noqonaysaa marka darfu zamaan darfu maaragta allah msan zamaan waraa mudaafa daasina mudaaf ilayhi fi basiid alardi jaari majruurkaasina muxuu ku tacalluqaya khabarka xadfan ee maaragtay allah mustacaan cafwan fa awtaanun awtaantaas ku tacalluqayaa dhe awtaanta oo fii basiidi alardi ahaatay ayaa waraa'ahu oo isaga ka dambaysa ayaa lahu ay kaainatuna usugnaatay lahu daa jaariya majruurkaasina xagga hore uu soo mariyeyna wuxuu ku tacalluqayaa khabarka awtaanunta ee maxay xadfan idaa nabaa haddii uu ku cidhiir noqdo mawtinun afaacilkii mid maaragtay dhul hadduu ku cidhiir noqdo bikariimin hadduu ku cidhiir noqdo ficilkaad ku tacallujinaysaa ku wanaagsan huwa isaguba kariimku ilaa ism faacilo yacmal camala ficli hiye faacilkiisina marka huwada xadfan buu noqonayaa fa awtaanun fadaas waa jawaab raabidkii awtaanun awtaanun baa kaainatun lahu isaga usugnaatay kaainatunna waa khabarkii oo xadfan lahudaasina wuxuu noqonayaa jaari majruurkaasina khabarka xadfan buu ku tacalluqayaa fii basiid waraa'ahudaasina waxay noqonaysaa maaragtay allahuma sa darfu zamaan bay noqonaysaa iyo wax loo idaafayey fii basiid alardi jaari majruurkaasina meelo fara badan baas ka tacallujin karta ya darfu ha darfu makaan darfu makaan sax waraahu dabeysa darfu makaan wey wixii maaragtay carabku xado waa maaragtay waa kuma jiro halmahadal kuma jiro falahu fa awtaanun baa oo fii basiidin ardi arrada waasiceeda ahaatay waraa'ahu dabadiisa ah ayaa kaa'inatun u sugnaatay lahu isaga fa awtaanun awtaan ayaa kaa'inatun u sugnaatay lahu isaga waraa'ahu yacni maaragtay awtaantii waddankii isagu uu deganaa ama waddankiisii dabadiisa oo fii basiidil ardi ahaatay baa usugnaatay yaa daaliman kan daalimka ahow mar gabaygana wuxuu ka dhigan yahay gabaygii uu ku jiray maaragtay allah mustacaan iisoo qabo laamiyat alcajamka mi mse laamiyatul carabka kii oran jiray iisoo qabo gabaygi muxuu ka bilaabi jiray ilaawi hadda laamiyat alcajam kan ahayd baan u malaynayaa wuxuu ahaa maaragtay haddii un gabay kan la macnaha haddii dhulku saa kuugu cuslaado adigoon maaragtay iskaga tago dhulka la ka reebsa macnaa saasun bu alaa kullin waayo arrinkaasi waa mujarab weliba geedka ragga la yidhaahdo waa u wanaagsan yahay waxa la yidhahdo maaragtay allah mustacaan inuu safraa wax tijaabiya halkan tago halkan tago markaad meelaad muddo joogto yacni waxa weye irxamuka alla xoogay waxaa laga yaabaa in maaragtay ay haddaad haybad badan ku lahayd iyo haddii maaragtay wax badan ay laga yaaba inay wixii xoogay yaro noqsaan inaad meel uga yar digarogato waa fiicanta digarashada wax wanaagsan wey haddii wali dhulka aad joogto lagaa nacana de waa ka saxab jirta meel lagaa necebiya haddaad joogto ya meel lagaa jecelyahay baa jirte meesha lagaa jecelyahay aad maxaad isugu sii maaragtay aad isugu sii adkaynaysaa meesha lagaa necebiya ya ilaa adduunka o dhan lagaama necbe yaa daaliman farixan bilcizi saacadahu in kunta fii sinatin faddahru yaqdan yaa daaliman kan daalimka ahow farixan yaa farixan kan faraxsanow ama yaa daaliman kan daalimka ahow daalimkaasoo farixan ku faraxsan
بالعز هو إساقب بالعز أود يا شيخ فرحسن ساعده أنا كالمي يعني ما ركت الله مستعان عز قائي أود أسؤو كالمي إن كنت هداتهي في سنة إلا ولحدي هديئاتهي فالدهر سبنك يقضان كبل رب سنة سوى كان مركا أود إيا ما ركت الله مستعان حسبيد أيو أو حيث كفر حسن أو مركا عددك كدر دولين أيو أو صدع كل ظلمين أيو هدي أدواد إلا سنتهي زمن كوا سوى شيء دابو وداتك إن لي لكن مركا وأبياد أنه مرة فربضان أنه كوير تعليقين نري ولا قونا كسين إن زمن كالله تيري التصرفك وشو عرضنا أنت بضان دوي استعمالا ولا قونا كسين يعني زمن محو يقضان يهي زمن سبن محمها تصرف ماله إلهي بس سبحانه عز وجل يعني وحديث النبي عليه الصلاة والسلام قفك مارك تظالمك إنو أقاده هدي إشي سؤال سيحتي إن إشي إلهي أي تايم حي عين الله يقضى إلهي سبحانه عز وجل إيش إني سوجد لا تأخذه سنة ولا نوم يعني مارك ما نقبط إلهي سبحانه عز وجل هرديه يعني مارك تيدا يري هردو تيدا وينتون هنا إلهي ما قبط سبحانه عز وجل طيب ظلم يقولون وحيانا خطرت أهو مركا قفك هدي أقلو لو سوددتشي الدنيا دا لو سوددتشي آخر دا نسلي نبقى شرق عليه الصلاة والسلام نبقى تيري طاق ظلمة فإن ظلمة ظلمات يوم القيامة ظلم إلى مركا محا أقوين ظلم مركا وحا أقوين يعني ما ركت الله مستعان قفك دا نفتي سوح ليالو أو نفتي سبيل لقويو أما عرضي سمارت وح ليالو يعني ظلم يقوى سمركا أقوين يا ظالما يا سمركا أدات النداء مبني على السكون ظالم تازن ومنادى به منصوب كاوي فرحا واتكن اعتيانيسا فاعلك فرحا وحوي وهو هو بالعز شاري مشروبك سنة فرحا انتو مركا مارك تعلم سعان كنت اعلق دون ادي اسم فاعلة ساعده ساعد وفعل الماضي فاعلك مركا وحوي مارك هو او عزك هذا سنة وفي محل سنة فعل به وهي يعني مركا او زاعدي عزك الساعدي بكوضة يا ظالما كالظالم كأهو ظالم كاسو فريحا كفر احسن بالعز هو يسوى بالعز اود كفر احسن لسيه ساعده او كالمي عزك اي اود سن اي كالمي سي كاسو إن كنت في سنة فالدهر يقضان إن كنت عدات إنت سوتي شرطية هيد كنت ذا سنة ومارتي وكان ذي مارتي ناسخة ذا هيدوي تا ذا سنة واسم كيدي يقضاننا حي العيسى إن كنت عدات هاي إن كنت عدات هاي أدقو في سنة كائنا هديئات هاي في سنة يعني مارتي إن كنت عدات هاي أدقو يعني مارتي مستقرا في سنة متكسر ناضي في سنة حالد إلو متكو لحسر ناضي هذات مركا خبر كيدي ومركا حتفن با في سنة تاسكو تعلو غيسا فالدهر يقضانو فاتنا مركا والرابط كي جوابك دهر ومبتدا يقضانو وخبر كيدي شم لذن مركا وفي محل جزم إيش جواب شردي طيب يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضان يا ظالما كان ظالم كأهو فرحا فرح سنو بالعز ساعده إن كنت هداته في سنة فالدهر يغضان سنة هردودة تيضا يرنا ولا يرهدا قفك مركا حيوغا يرماه ويربحنا ولا يرهدا قفك مركا يربح محو إلا وا وحكا سوا إلا وحل لقال حتى سنقاله أكتيسة إن أنا قفك محي أنا مقل أدو الله هضي هدو قفك كابحه ومالك لا أهدو كو مقل ما يوحل لقال قرد من تكوكو سبرارو محال لحيد كو يرهدو إنسان كان مركح يتوح ذلك سحواس تن ميرا دجها كان إن لها كان إيو إني أود وذم حي إسكح حد إنت هدي وحكا أود وذم مركح أي مادان أي مركح مارك تعالى مستعان ماشاء كبحيا يا ظالما فرحا بالعز ساعات وإن كنت في سنة فالدهر يقضان ما استمر الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ وهل يلذ يلذ مذا لذ يلذ وهل يلذ وهل يلذ وهل يلذ ما كن راح يستا مذا قال المرء خطبان ما استمر يعني ما تشعل هذا أما ما دائما دي لا بد أن كرتاي ما دائما الظلم ظلم ما دائما لو أنصفت هذا عدالة سمين يسو آكله يعني كان ظلم عنيا يعني وحوي مارت ما معين سدو أما ما دائما إن كنت هذا تهي عفوا وهل يلذ ما وهل يلذ ما معين سدا مذاق المرء يعني مارت مردا سدا أو مع ما معان سدا خطبان مذاق المرء قف لدنكيس ما معان سدا خطبان خطبان مركب على هذا يعني مارت الله مستعان عبقدة قبعدة وحين أورن كنا نوع خناد وقبعدة كم إذا
ayaa markaa khutbaan leeyahay. Meesha markaa waxa ku wadaa qabcad al mayqa anmiya qoys kumid qabcoy ab qoys kumid lawada wal hina ya tayib ragu ariga imi raaci jiray miya qosayda qaar kood oo ya marka nooc baa jira macaanoo dadku waday xitaacunaan arugu markuu cunayo adiguna aad maata dhinacaag aad usoo daadinaysa dhinacaag ka cunayso way jirtaa halkan dhulkan gaaladaba iyadoo maaragtay isota lagu iibiyo maha cagaarkad qaataan saw dhaadheer oo maaragtay waliba iyadan dhadhan lahayn iyadoo dhadhan lahayn halkan lagu cunaa oo maaragtay dukaamada taallo lacag badan ka bixisaa cagaara tirahda tiini macaanida dhulkii taalleyna maxaa la oranaya waxa wey maaragtay waxba laga soo qaadi maayo su-aal kamiis tayib marka dulmiga waxa la yihahdo bu sheegu marka meesha marka wuxuu ka wadaa sirta xikmada gaabay ku jirtaa laba macna bay noqon karaysaa macna waxa weeye dulmiga ma macaansado qof yacni maaragtay allah mustacaan cunaa dulmiga ma macaansado oo maxaa looga jeeda waa laga kala goynayaad ya yani haddaad intaad dulmido aad dulmiga aada u aragto inuu dan iyo maslaxada kugu jirto marka aad iskaga sii socoto marka dambe waa maxay dee ciqaabkii iyo cadaabkii ilahay ba imanayo waa lagaa jiraya tayib macnana waxa weeye ma daa'imo oo dulmigu ma sii socdo ya dulmigu wax sii soconaya ma aha oo maaragtay qofku suu daalim u yahay uu markaa sidaa iskaga dhiman doono maya dulmigu waxyaalaha cuqubadiisa lasoo dadajiyo weeye mastamara adulma madaas marka tii naafiyadahayd weye waxaan fin jirtay istamara adulma waa ficliya faaciliya maaragtay allahum ficliya mafcuulkiisii weeye low ansafta aakiluhu low ansafta haddaad cadaalad samayso aakiluhu kan cunaya dulmiga ma maaragtay macaansado maxaa yeelay wahal yaladu hashaasu marka waa istifhaamiyu ka wadaa yaladu ma macaansadaa ama ma dhadhansadaa khutbaanun yacni maaragtay allahu mustacaan madaaqa almari qof dhadhansigiisu iyo macaankiisu khutbaanu yacni maaragtay qabco ama maaragtay mid qabco cuno ahi ma dhadhansadaa oo maaragtay ma ku raaxaystaa oo yacni waxay maaragtay allahu mustacaan ma sii jeclaystaa wey ma jawaabtu marka waa maya ya ayuha alcaalimu waxaynu yeelayna haddii alla ka dhigan insha allahu tacaala ama horta aan wadna insha allah ya ayuha alcaalimu kan caalimka ahow almardiyu ee laga raalli yahay siiratuhu siiradiisa laga raalli yahay abshir bushaarayso fa anta adigu bigayri lmaai biyo la-aantood rayaanun kuma aragtay allahu mustacaan cokan baa tahay bal marka hore kayga maan akhriyaya kadibna inta uu ka tegayna waan ku daraynaa insha allahu tacala ya ayuha alcaalimu kan caalimka oo almardiyu laga raalli yahay siiratuhu marka almardiyudaasi yacni waxay maaragtay allahu mustacaan siiratuyudaas baa waxay u noqonaysaa yacni waxaan oran karana ibu faacilkiisa u noqonaysa almardiyu laga raalli yahay siiratuhu siiradiisa laga raalli yahay abshir bishaarayso fa anta adigu bigayri lmaai biyo la-aanti rayaanun ku cokan baa tahay waya akha aljahli kan jahilka u saaxiibka ahuna law asbaxta haddaad ahaato fii lujajin moolal haddaad ahaato fa anta adigu maa beynahaa moolashaa dhexdooda laa shaka shaki la-aan damaanun ku haraadan baat meeshan wuxuu uga jeedaa cilmiga yacni qiimaha uu leeyahay jahligu markaa dhibaatada uu leeyahay wuxuu ka wadaa haddii aad cilmi leedahay xataa haddii aadan wax kala haysan wax kaloo ku weheliya oo adduunyada waxyaalaha bani aadamku ay qiimeeyaan wax ku weheliya haddaanu jirin aad waad cokantay haddaadan madaxnimo wadan haddaadan maal wadan haddii aadan maaragtay dadku waxay bani aadamku tixgeliyaan aadan wadan mar haddaad cilmi wadato maxaa kugu filan cilmigaasaa kugu filan kii maalka lahaa muxuu u baahan yahay cilmigaaga u baahan yahay yacni maaragtay allahu mustacaan kii xooga lahaa hadduu ilahay ka baqayo isaga laftiisa muxuu u baahan yahay cilmigaagu u baahan yahay wakaas kan jaahilka ahowna si kasta oo maaragtay allahu mustacaan adduunyada waxa bani aadamku u qiimeeyo lagu dhammaystiro oo aad mawjado aad ku dhex jirto maal iyo madaxnimo iyo jaah iyo waxay doontaba ha noqotee maxaa tahay fa anta eesh damcaan waad haraadantay waxaad u baahantay mar kasta cid baad wax uga baahantay qof kalead wax uga baahantay mid cilmiyanaad wax weydiiso ayaad wax uga baahantay ya ayuha alcaalimu kan caalimka ahow almardiyu siiratuhu kaasoo almardiyu laga raalli yahay siiratuhu siiradiisa laga raalli yahay abshir bishaarayso fa anta adigu bikayri lmaai biyo la-aanti rayaanun baa tahay fa anta adigu rayaanun ku maaragtay cokan baa tahay bikayri lmaai biyo la-aantoodi waya akhi aljahli kan jahliga u saaxiibka ahow
لو أصبحت هذا كوا بريسته في لجج يعني ما رجت الله مستعان هذا كوا بريسته موجوده فأنت أدقو أما مولل هو هذا كوا بريسته فأنت أدقو ما بينها مولشة أي اللجج تنحدودة لا شك شكل أنضم آنون كوها الرادان وكوها الرادان باتهاي ولا تحسبنها أمالين سرورا هأمالين فرح دائما ولقي هأمالين فرح يعني لا تحسبن هأمالين سرورا سرور دائما متشوغة أبدا ولقي إنو تشوغة هأمالين لا تحسبن هأمالين سرورا فرح دائما متشوغة إنو نقض أبدا ولقي حيلا من سره كأو فرح قليه زمن وقت كأو فرح قليه ساعته وحا حماطيسة ومارة كمرو قليسة أزمان واختياك لي هأمالين فرح إنو ولقي إسكا تشوغو يا حتى الحوغي برواقا أي عدنية سوكا يرتو سنتها هاي هؤما لينين يعني سيدا ولي قد هاني سو يا الدنيا دو وحال إرادة الدنيا لا تدوم لأحد الدنيا دو قفو مدى إمتو قفو ولي دي بسكا قتل أنا مجلو قفو ولي برواقا إسكا قد حسعد أنا مجلو من سره زمن ساته أزمان ومن ساته أزمان سره زمن قفك وقت مرقل يوقتيك على كفرحية قفك وقتي فرحية وقتي كلام رجلي وهكذا لا تحسبنها أملين سرورا دائما أبدا لا تحسبنها أملين سرورا فرح دائما مد دائما ينويه أبدا وليه من سره كأفرح كلي زمن ساعته وحا حماتيسة أزمان وقتي كلا أي حماتيسة إذا جفاك هدوك قوي خليل صاحب هدوك قوي كنت هذا يتألفه مد ما عرفت أسوى الظلمة أو ما عرفت الله مستعان تساحيب كيسة فضل وحا ضربتها سواه غير كي ضرب فكل الناس يددك لما أنتو إخوان ولا لوي من وراء له صاحبي هدوك قويو وحد دونا وقوين تاسي هكوت ما دي هدوك قويو محاد سميسا إذا شفاك خليل كنت تألفه فضل بسواه فكل الناس إخوان يعني هدي لول أو كوكو حمادو قول كلا دونا هدي صاحب كوكو حمادو صاحب كلا راتسو هدي قرو كوكو حمادو قول كلا راتسو أدونك أسفع لي الدنيا ده تاني إلهي سبحانه عز وجل محو كدقي الرضا واسعي يا الرضا إلهي سبحانه عز وجل واسعي فرصتها اللي نسينا واسعي هدي لك ادو بس فوسو علي ريدو على كيسا من با اسلانديس كو خمانيسا اما اسوغو هادو دونا كو خمانيا كدبنا قبلها سمي كتسويسا مركاسو لا دقم مايو ما فريو وحكى لك رات سن مايو يانو وبابينيا اسنا وا كدل بابا ايا و اسل رغمنيا وردو يدا الهي واسعي بن ادم كان ادوكا كنا ولي 4 مليار او انسان 5 مليار مسو 6 مليار بهذا مريا مثلا 5 مليار بيسكده شن مليار بني آدم هالنول يا واحد كسو قادة يعني ما رقتي لمن مليار يبري هذي دونام بيناني حلال بكو هاي يا مليار يبر كان صون هنيا كله سدري هيكون حلال يفر بدم ما كبيح سؤالك ميزي يعني واحد دون قا إله ما رقتي إنها فرو رجع دمر بإنها فرو ما رقتي سعريني ما يا قفكي أفقي سيم حمك دقيا حد يدو عليه لبوك دقيا كلما أد فرصة ده حاجة صوع عليه لذا كلما الدنيا ذو أي عليه لكم النغمس هل كان ميلان هيمكم أنه ران كرو ملها بلاي ميلان هاي نور لكم ترتو يعني مارت نينك أني ما هاي محب مارت بالإيجاد الصي قبرنا قبرنا هاي بمارت وكا سميت أركو دعاش قي سدله إيه يعني مارت أدون بسكوع لديوي إيه أدون قاسكوع لدي إذا شفاك خليل هدوك قويه كنت تألفه كنت أضهد أنت أدوك تألفه من مارت كصاحب لك تأضهد أو مارت أدون ما فضل الضرب سواه ضرب فكل الناس لما ضدك لما انتوت اخوان ولا لوي كل الذنوب الذنوب لما انتيت فان الله الرب وين يغفرها كلها في وي ذنوب تاس ان شيع المرأة قفك هدي ماركت الله مستعان وكل حضره اخلاص وايمان اخلاص ايمان يعني هدي قفك وقف ماركت ويها قف صاحبه اخلاص ايمان قف صاحبه هدي هي الهي سبحانه عز وجل ذنوب تنور نافيه ده القرآن كان واتر ربك شاقي يعني ما ركتي محل يلي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي سبحانه وتعالى ذنوب تنهى نافع هل كان مركا لا بارك مدبا كتره ذنوب تنهى نهى وعد نافع انت أدنوش شاي حدد كتوبت كنت عيد مركا وعلى ظاهرها وي مركا هذه ذنوب تي أد كتوبت كنت انت أدنوش شاي وعلى قرد عفايا عيد مركا وعلى ظاهرها مر بين محين وقلنينا عموم كذا سين مركز سعسينا إطلاقا مرة محين وقلنينا وحبين وكسر ريبنا وحلا نقفك هذول لنتو تحت مشيئة الله بويا لا
وانا لو دافي كرا وانا لو عذابي كرا وحي كسو هري مخي الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء marka laba ay isku hormin maayaane yaani waxay maaratay way waxay suuhiin was was cadeynaya qayd iyo waxay suuhiin maxay yaani maaratay allah subhanahu ta'ala tafsiir bay suuhiin way kullu dhunubi dhunub dhamaantay fa inna allah rabbuhu an yaghfiruha ku dhaafay way in shay al mar'a ikhlasun iman qofku marka hadii uu yahay qof ku dhaxdara yaani maaratay ama ku sifooba ikhlasi iman wa kullu kasrin chab dhamaantay fa inna ad-din ad-din tu yajburuhu mitkabayawi wama li kasri qanaati ad-din jubran وما جبران كائن وما جبران كائنا جبران اما كبيدين مد اهمها لقناه لكسر قناه الدين يعني قناه كي دينتا كبنتيسا كبيدي ومسونان معناه كبدا هدي بمعنى وح كلبه كانت جبان وحي كلبه ولا كبي كرا ولا غدبتي كرا لكن هدي دينتي اي كان داو عنتو ما لقى دبتي كرايدا خطر ويدا لقى ما دبتي كرا روح وجه جدا دين تاد إلى شو هدي حوجي الدنيا أي كان لمان صمت طبعا كرتي طبعا كريسا هدي ما ركت الله مستعان مير أنت أوصف رتي سيدي أدمودي سي أي حكون قوم ويا دور سنة أي أخته كعلمه سو هدي إلى عمرك وسيا كبد دبتي كرتي وح كستوى الله كبي كرا لكن وح أن الله كبي كرا نوم حي هدي دين تكرا ما عنده هدي وقتي وقتي هذا كم ده aad sida maartay hadda mustalax la isticmaalo wax loo oranayo hebel maxaa ku dhacay futuur baa ku dhacay baa leey ah jamaacad ka iman maayo oo sida daacwada naashika uga ahaa waa ka oo maartay dharkii uu iska khafiifiyay oo maartay surwaal iska yar qurux badan oo aad saga dhar iska qaatay oo iska xarqooday oo adduunka saas iska talaabay oo haduu doono majalisadu daacwada iyo wax kaga sheegsheegay iyo wadaadada waxa maasho kuma hayaan iska yariyo qofka inaga maxaan rahna way nuu ceeb qarina waxaan nana maxaa ku dhacay فتروي عكس سبنا ويرتالي من دالي ما هي وانا دين تكلا وعنتي وحكون عايز اعرف الايمان ايمان كسي بعد ضاع معي يا مركا سو وحو غاري هيرو مركا يعني ما ركت الله مستعان ومركا لا دقن لا دقن نقضو وخي مركي الهي وخي مركي هو رب سبحانه وتعالى كسهانوني فتره دا مركا قفكاس مدداس او سدا كو جيره ديبا الهي دبا قبطو او الهي نخريس سو اي غاره سبحانه عز وجل محاكبه محاكبه يا مجرا خلاص وقفكاس وحو قف دين سلا وعيوي waa wazaban ilaahay ugu tala galay in lagu amiro cibaado iyo taaci iyo wanaag oo marka aad tayacdeen rasaaliir oo naxsan ba jirto shaqfad xiyakun waa dhintay raxmatullahi alayhi wa sallam dadka qabanka suuriga ha leeyraad al mutasaaqituna ala tariiq da'wa dadka wadada da'wada ku daadanay marka waxa soo qaadaya wadada da'wada inay tahay maxay tarannet ama gaari soconaya qofba marbu soo fuulaya muxuuna kaga soo meel buu ka soo fuulaya qofba qofba marbu ka soo raac inoo dadka inaada masaaadka joogaad mar diinta iyo wax baranayna nimba maalin buu taranka meel ka soo qabsaday haba lagu soo kala horeeyay maxaa jiri doona kuwa ilaahay nagama dhigay subxaana wa tacaala kuwa maxay ka daadanaya meel buu kaga degayaa oo dulqaad buu yeelan waayayaa waa sabri kari waayayaa qaar baa waxay ku oranayaan dacwadan imisa la waday wadaadadu waa fashilmeen buu ku oranayaa haye wadaadadu maxay ku fashilmeen taa waxa way maaragtay waxba dadkii waa kaas waxba laga qaban kari waa oo wadaadada mashruucooda mashruuc siyaasi ah oo inay madax noqdaan dadku u taliyaan miyuu hamaya هذا مشروع هذا هو مشروع الأنبياء والرسل هذا اللي فهم وهي تسوى خطر هذا اللي فهمته دين تاني دعوة تاني وناقة تاني خير كان الله ده إن كرسي أقول لدوني أو ما دحني ما لدوني أو ضد يعني أمورت أنت وكونت جزء يرى بسيطة وهي أرنك كلام أمورت أنت وكونت أدومها إلهي فرت إني هجاجان بالله روا أو إلهي كحل من سبحانه وتعالى أو مع عصية دنوب ديس كده يعني أو الشرك بدع خرافات كفوا قاعدان مدة كله هذا اللفت هذا أدون كؤة إنه محي خير كشيكته مرة منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستعف بلسانه فإن لم يستعف بقلبي وذلك أضعف الإيمان أما كلقة أهو أما ملايين قفا كل صعدان حوق يلا محوق يلا هذه تعزي قلدنته وأدولك أسكتو أم دولدي ودادو أي سوو ذين إيا ما لنتك ودادو حكم قبصا دونان ده مركة دم إنت داش راكستو oo laba saddex farad isku darto adduunka qiimeysa laga yaabo inay ku soo baxdo walaal inaan kan niman wax xukumay kara ma ama waqtigood wali lama gaarin marka saddex ka daraysanaysa oo marad ilaan ujeedadii iyo maqsadkii aad ma fahmin su'aal kamis kuwa ilaahay naga ma dhiga subxaana wa taala waxana jira muhaadaro sheekh nasir al-umar u leeyahay oo maratay aad wanaagsan oo sheekh uu sagaashmiida bilowgeed duubay magaciisa waxa la yiraahdaa al-futur muhaadaro wanaagsan af carabiga weey taqriiban iyada af soomaaliyana waxa duubay sheekh umar
هل دغيست محاضراتك اسمك ومحاضراتك ان لقد دالين وقف مركو مده جوجبه جدد ايمانك دغيسو محافظ تورك كانه ان وقف قداله على مدها لو غرتا وا مخ ان سو يرد هالشيء واد ما رغت ير يا تنبل ير نقطه محاد كو غرنيسا يعني ما رغت الله المستعان مخي علاجك سي دوديس مخي تاي ادو ولا يابا ان دالنت هي او فطورك علامديس كو دنيهيد ولا يابا ان با علمدي اي ددكي دالاي اد بسي هيستو واد بو ما رغت يغي دال عرن ايزو ادغو حالكاغو وي حالي وكل كسر شب دمانتي وحكسو كانا جب فان الدين يجبره فان الدين الدين كو يجبره متكبي كسر هنا دينك دين تاكبيس مركا ان انذا تاني اسم كيده ايو فعل كان كدنبايو خبر كيده ابا مركا وحو نقنيا في محل رفع المبتدا خبر كيس وما لكسر قناه الدين جب الى وحا كان واسكو عرابي مركا سير عرابي مين وما لكسر قناه الدين جبران وما جبران كبدي ها كائنا مثل ماها مركا وماذا هدينو كدغنا مخاي نافيهدي حجازيه هذه هذا دونت ماذا واحد كدي كريسا ما اسك نافيه وان ما ركت الله مستعان ان معنى كلام مركا سمينين جبران انه واحد كدغيسا مبتدا خبر كيسينا ولا حد فيسا لكسر كاس يو قناتك لو يدافيه انه و خو تعلق يا مخاي خبر كو تعلق يا وما جبران جبران اما كبدي كائن ما سغنان لكسر قناه دي دينتا قناه كيدي اما دينتا يعني ما ركت الله مستعان ماله اليه بيهد واي كسو برقنيين حداي كان جبان يعني وحي ما ركت الله مستعان وما سغنا كبدي ما جرتو ماشي اي يعني صلاته صومك دعوتي يعني ما ركت الله مستعان صدقاتك وحي خيرك هاد كو مشغول سنيد قناتك دينت ها ايمانك بييريي حتى كاجا جوان او اد ماركتي اسكلا لابتو تيرادو نغدا اي وحا كان مثال لوديا يا يعني وحي مارت وح كو مارت كبايا مركا ما جيرو بك انت ان ختمينا خذها سواء راينا اورنين ما ها حقيقه قادينا مركا ان كتي خذ كما تين ايه يعني وحا نوقرين كوما قرادي مولسا اوكي مركا وان وا كدرينا وحا ندين وحا اني قرنين حقيقه بلا منيا وان نبت بك اوطان المياه وان نبت بك وان نبت مركا وان نبادي وابسكو حتى وايسكو وان نبا بكريم موطن فله وراءه في بسيط الارض مخبي ما اورن كرنا بيت كان سغ وحن اورن كرنا تعبيرك ان با مخي كلا دوان لكن وايسكو ميدو اسكو هل بيت با اورن كرنا كان زياده ما وان نبت حتى كو علي نقطه اوطان اوطانني مركا انت سوا شرطيتي نبت اسن وفعلك اوطان اسن وفعلك وي بك اسمح كنت علقيس نبتت اوطان تاسو نشات بها وكان اعطيني سا اوطانت فرح التاس جملة دنبا وحي نقنيسا فعل كأمر وفي محل مارت مبني على السكون في محل جزمنا يا له يا وحنا دعيا جوابك محي فعل شرطي وان نبت هدي علي لك يقول نقطه بك ادق اوطان وضمه وضمها سو نشات بها اد كبر بارتي فرح كغور فكل بلاد الله بلاد الا دمانتيت اوطان للوي لك اد كبر بارتي اسكبا دا ميل هذا تيمده ماشي حتى اد كورتي هدي علي لك يقول نقطه ارحل يا يا ما يقيلوا نقوني سامرك يا ما الرد إلهي واسعوي يا شخوي فكل بلاد الله وطن إلهي بلاد سبحانه عز وجل واسعوي ما يا كحلو مين كحلو مين أرمان عليل إنه نقوني إنه نسكو عليل إنه أكفيري هدي كوع عليه النقطة أرلده ومعنى هدي أدوق عاد سكوع عليه لدنا معنا كلوه يدو حكام مغني ما أنا تشرين أو وحيرة كارد منا حتى هجاي جزم كرتو هدي أدوق أنت سكوع عليه لدو على رفاه تجلس مش كده ما هدي إنا كتشوجا ماركتي بلد كيسي تشوجا نبتدي دكوا هيستا هدو أنتو صحارة ها صوتي لو قارب أفر سنة يكو قاضتي إنا ماركتي أدوية دا صوتي لان أو تبغى دنا مالها كنجي ومرك يما دين اللي يرميها بلا يا فرحه الا قسو هره شرعي ما لهيت وركس غرفتن نينكاسي 10 سنه لغا يا عمرغيسا انو لميي لغا يا بنو خوغه فايديسان اسغا مركا اسكو خيديه كاس وين مطبيك اوطان نشات بها فرحا فقولوا بلاد الله اوطان مركا وحا كلو دي لغا هدي دول قال لغا هدي ماي وداد كاني دول قال لغا هدي ماي دول اسلام بو كانديا سو اركميس معناها سهل لو فهمو يعني مارت دول قال لغا هدي ماي ماشتن يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسي هل أصاب الرشدة نشوان يا رافلا كان كنا معي السنة يوم
في الشباب الرحبي شباب لماذا يعني ما ركت الله مستعان بلارا منتشيا حال يهمدها هن سنيا من كأسه من كأس الشباب كوب كي لن يرضى خمر جيزها هن سنيا هل أصاب الرشد رشد ميو أصيبا نشوانه مسر خان سني ميو عقلي يقرش أصيبا وحماشن كودا لن يرى النمدي بوح كشبها يا كأنما إني تامحي كوب خمري هو العبي وده بدنا قفكي محي وكده وخمي حي القفكي مركو داد لن يرى النمدي كتشرو وحفر بضنبو محو سمايا هذا ما كخل دما يا نينك داد لن يرى النمدي كتشرو اسكبر واقعي سنة يو وحد وقاتا إن أي لم يتهم حي سنين خمري سنة وكلا نين خمري سن ميا رشد إيو قرش الله يسوغا ما يلقى مستقوه معنا يا دا سمركا وحرف النداج رافلا ومناداجي ومنصوبة ورئيس فعل يعمل عمل فعله فعل كسن مستقدير وهو في الشباب انا حكوت على غيس الرافلك شباب مضاف الرحم من مضاف اليه منتشيا وانكحالين يا رافلا كان كنا معيسين هو السبب في الشباب الرحب كنا معيسين منتشيا الحاله كونه وياي منتشيا مد ما ركت الله مستعان هين هين سنيا من كاسه اي من كاس ما ركت الله مستعان شباب يعني يرني ماذا يعني ما ركت كاس قد هين سنيا هل اصاب رشدا نشوان هل اصاب نشوان الرشدا عشان هاتش مركه استفهام يدي اصابنا وقرنيسا نشوان وفاعل كده رشدا مركه ومفعول كده هل اصاب ما اصيب النشوان مد ما ركت الله مستعان يعني ما ركت خمري سنه الرشدا كرشد ما اصيب هيولا يا رافلا كان كنا معي سنيو في الشباب الرحبي هو اسقوا في الشباب الرحبي دان يرني ماذا يعني ما ركت بلانانتي اما دان يرني ماذا نمعديده كل راح يسنيو بلانانتي دان ودرن تقطع منتشيا حال كونه يمد هن هن سنيا من كاسه من كاس الشباب دان يرني ماذا كوب كيده هن سنيو هل اصاب الرشد نشوان هل اصاب ما اصيب ما اصيب نشوان كون ما ركت خمر سنيا اما ورا السنين الرشد وانا يمرت قرشده مي اصيبه لا تقترر حقوق تسومي بشباب رائق نظير فكم تقدم قبل الشيب شبان لا تقترر حقوق تسومي بشباب دنا يرنمو رائق يعني مارت قرحون نظير وتشبربر له حقوق تسومي فكم تقدم بدنا انت او هرمري قبل شبان كو دنا يرائه قبل الشيبي يعني كهر يعني ما تعرضي كهر لن يرى نمدا هي برواقده يده iyo waji fiicnaanteeda ha ku katsuuni imisa mid lan yara kahor maray maxay mid arada kahor maray waxa baa shugu horri su'aal kimis marka hay su'aalane waa lagu soo socdaa iyo maaragta Allah mustaan waqtiga qaadanaysaa hay su'aalane yaani maaragta Allah mustaan waa maaragti waa mowdku waa loo simay mowdku waa loo simay la taqtari la as marka walaadi nahayada hayd تقترر وفعل مضارع مجزوم بالله النهية فاعلك أنا وأنت بالشباب إن مركب وحكوا تعلقة تقترير كاس شباب كاس رائق أنت أنا وتكن عتي نساء النظر أنت أنا ونعت كلوي فكم تاسين عتي خبرية هدوية تقدم فعل الماضي وي شبان وفاعلك قبل الشيء المضاف مضاف إليه أو كاس لا تقترر حكوك تسوم بشباب رائق أعرفت عيلتها وأسكون لا تقترر حكوك تسوم بشباب حكوك تسوم شبابك أو رائق يعني ما ركت الله مستعان قرحون ناظر أو تشبر بالله فكم تقدم قبل الشيء بشبان فكم شبان بضنا عدن يرى تقدم هرم ري قبل الشيء أما فكم إمساء تقدم هرم ري بضنا أنت هرم مرتي شبان لن يرى قبل الشيء يعني ما رتع هذا كور لبدا وجه عرب وطيري كان إن شاء الله ويأخذ الشيء ولاك عرضه لو ناصحت نفسك النفط هذا دون نصيحته لم يكن أمسغنان لمثلك أدقو كله في اللذات مع معانسك إمعان يعني ما ركتي تشوكتين يعني هذا معانسك تشوكتي سا أدقو كله وقتي وما يسيد هبك سوقات الشبيبة تبدي عذر صاحبي الشبيبة الدائرانتي تبدي إني موچين يسو عذر صاحبي ها عذر الدارك منك الشبيب لماذا أيضاً يرنم دل صاحبك يعني ninka dhalinyarada ka soo qaad in loogu cudur daari karo buu ka wada maxay daadisi yarantis ma cudru ashyaba yastaghfir shaytan ma mahaybu noqonaya cudru ashyaba mid ma aragtay allah mustaan cirala cudrigiisu muxuu noqon cudur daarkiisu oo yastaghfir shaytan shaydaanu markaa maxay dufsaday
كاس وعد دارك اسمحوا نغنيا يا أخ الشيبي لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات معا نك ما كعرضه صاحبك أو يعني مارت هذه النفط هذا النصيحة يسوع هذه جو كله وقت آتير هذا وحمان سي وضياء ومارت الله مستعان الدنيا دي ما فوقهيس راح يصير سي وضياء ما يا كجذبت يا يعني ما عرضنا محيبة تايبة وحي تاي يعني مارت مرحلة كنت سنة يسألني إنه لش هذه محي ختم تاي علم هذا وحي رادن الرضو وحي أدوه دهي يعني ما ركتين مدبك عيد أدوه معنه مركوا محي اللي عرضوا عد هاي معنه مركوا محي أصل كاجات كتمد بدوس يسق يساوي أصل كاجات كتمد يا دوس يسق يسا مركا ساوي حي ما ركتين تميه كارد ما نيان وتميه سكعد نان نيان وأديك تشلكي سكدك ما ركتين وسكر فاضي يا وكاس عديه حتى ما ركت قرحو بدنا يعني ماذا وقت يا عد هاي عين غانا يا مركد ويناتو يعني مثلا ما كان يا انا ما خلق الله احسن يا انا ما رت وكاس ادي ودن با جيركاي و خنقن يا مخي يا اه ادي ودن با جيركاي و خنقن يا يعني جيركي قرته بدنا اي ما رت اسكو توستوسنا ايا دمانتي و خنقن يا جير بابا اي يا او كلا تغو ما رت اسكو يعاي يا اه هي marka wax way adunyadu wa daar laga tagay weeye waxana loo baahan yahay marka laga diyaar garoobo kullu nafsin dha'iqatul maut kullu man 'alayha فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام الهي سبحانه عز وجل بغا اسكره قف بني ادم marka dhimanaya wa inu marka naftiisa de maragta allah musta'an yarta oo u turo marka irada meesha u socotay ku waareeso wixii marka danteedii maslaxadooda ay ku jirta marka uu ka shaqeeyo waya akha shaybi yaani maragta yadaasi waa waa adatu nidaagi akhadasina munadabahi mansubki wa ya akha wa mudaf shaybi wa law idafihi law nasahta nafsaka lam yakun limithlika fi ladati ma ya akha shaybi asko deena ya akha shaybi walalka يعني ما رتع الرضو لو ناصحت نفسك نفت هذا النصيحة يسوع لم يكن أمسك نادين إمعان شوكتيني لم يكن مع هذا إمعان شوكتيني كائنا مد أسقا لمثلك أدقوك له في اللذات راح ريسك إمع معانسك إن هذا ما رتع شوكتي يسوع ما رتع تكسي لك أدقتا مد ما رتع الله مستعان أسقا أنت ولا أقبل يا متهيد حايا لي هب كسوقات هب تسمرك واسم فعل وي هب اسم فعل أمر وي هب كسوقات أنت أدقو الشبيبه دنيراني مدي كسوقا تبدي اني موجنيسو عذر صاحبها صاحبك ما رسي صاحبك دنيردا عذر دارك اني موجنيسو كسوقا ولا نك دنيردا ها يعني دادي سامحي ما رغت ان نكونيسا عذر دار نكونيسو ده سمرد وانت او كو يرادا نير انت اول كبودو جيت كبودو تلا كبودو وانا صح دنيراني مدا يا ما اسله فضيت كويس لي adina laftaadu hadda hadii aad xisaabaadkaaga dib u celiso imisa mawaaqif ku soo maray haday maanta ku soo mar lahayeen sidii aad waaga ula dhaqantay aadan hadda ula dhaqanteen ha adiga laftaadu tadhaq cala nafsaka naftaad ku qosleysa oranaysa yaani maarad waxa uu raxmatullahi barakaato oranaysa urwaagi wax kale lama jiraan waa maxay dhalinyaranimo dhalinyaro waxay sheef fudayd ninku markuu nin yar yahayna mar far badan isaga isla wanaagsan cid iska la wanaagsan oo iska aqli badan iska cilmi badan oo maarad waka marku heerka dhalinyarada soo gaaro oo wali aanu ku baraarugin dhalinyaranimadu inay tahay yaani maarata naqsi ay tahay wali aanu ku baraarugin isaga iskula fiican dadka waaweyn hadu doono waba yasaya wuxuu arkayaa maarkidan wax badan baan la socon ma udru ashiyaba istahwi shaytan xuu yahay mid cirro laho yaani maarata udurkiisu muxuu noqonayaa istahwi shaytan shaydaan marka maxay ka haystay khudha wada meen soma abiyadu ka tagay khudha qaado sawaira inay tahay jinjima qaado khudha qaado sawaira inay tahay qaado sawaira amthali yaani tusaalayaal jinjimo tusaalayaashood qaado muhaddaba la qurxiyay fiha waxa dhexdooda ugu sugnaday liman yabtaghi ki doonaya التبيان عدين تبيان با اوغو سغنادي marka تبيان تاسا مبتديهي تبيان با ثبت اوغو سغنادي فيها امثال شيء تساليش لحدودا لمن ميدو يبتغي دوني تبيان با ثبت اوغو سغنادي فيها كون لحدودا لمن ميدو يبتغي دوني التبيان عدين نينك عدين دونيا يا ما رغت اللهم سامح لو عدايو امثلدان تساليش عدين با اوغو سغناتي marka oo yara maanaya khudha sawaira amthal muhaddab marka wuxuu ku tusaaleynaya sidii maarata jinjimo
isla eeg oo maaragtay allah mustacaan la isku maaragtay inay yihiin oo kaleba ku tusaaleen inta badanna gabayaayadu ama gabayga awrkiisu ammaana ama gabayga akhrisu ammaana dii horeyna usoo marnay waxyaar caynkaasa baraacatu istihlaal iyo baraacatu lmadlab iyo baraacatu maaragtay xusnu lkhitaam iyo maaragtay xusnu takhallus iyo balaaqadu culumta lagu bartay khudhaa qaado sawaa'ira amhaalin amhaal jinjimayaashood qaado muhadaba la qurxiyey tibyaanun cadayn baa sababta ugu sugnaaday fiihaa jimjimahan iyo tusaalayaashan dhexdooda liman mid bay ugu sugnaatay yabtaqi doonaya tibyaan cadayn maa bara ma dhibaateeyo xasaanahaa kan iyada maaragtay allah mustacaan tiriyey ee sidan u qurxiyey waatabcu tabciga ayaana saa'iquhaa ka isku maaragtay taxay ahe ma dhibo in lam yasuqhaa kan haddii aanu siiqayn aanu isku tixin qariicu shicri shicirka kan tirintiisa xasaanu xasanadaan isku tixin meesha waxaan ka wadaa yacni gabayga kan qurxintiisa ninka tiriyey oo weliba aanu isku kallifine seebu u alifay yacni wuu iska maaragtay gabayaayadu waa maxay dhalinno waa qoraa oo maaragtay wuu waka xitaa markuu gabayga tirinayo maxaafishiya ka tirinaya xitaa ma soo qaybee muxuu samaynaya warqad buu sitaa markaasu marka qaarkooda okyaaluhu ka yar dhacayaa oo yar waayaya oo maxay ahayd oranaya ninna waa hibe ilahay siiyey subxana aza wajal halkaa uu joogo muxuu samaynayaa yuu ka gabaya marka isagu wuxuu leeyahay anugu waxaan ahay nooca meesha ay joogaan markaa ka gabaya marka iskuma kalifine yani waxa maaragtay dabcigaa sidaa u siyaaqayay marka ninka gabaygan tiriyey ee qurxiyey ee weliba dabcigiisa ay kasoo baxday aan isku kalifin wax dhibaato ah habay yaraatay ee ninkaas oo uu dareemayaa ma jirto haddii gabaygan xasan ibnthaabit aanu tirin maxaa yeelay de xasan lama tartami karo xasan ibnthaabit lama tartami karo xasan ibnthaabit gabaygan ma tirin ee halayska turo miyaa la odhanaya maya sidii xasan wax ma tirin karo buu leeyay laakiin aniga laftaydu ma sahlaniye oo waweye macno ma dara ma dhibaateeyo xasanaha xasan ibnthaabit saxaabigii gabay jiray maa dara xasanaha maa dara ma dhibaateeyo xasanaha yani kan gabaygan qurxiyey ee tiriyey ma dhibaateeyo waatabcu walxaal jumladatan markaa waa maxay waad xaalaynaysaa walxaal atabcu uu yahay saa'iquhaa mid maaragtay tiriyey marka waa mubtada iyo khabar lakin fi maxal nasmi saxaal yaalla wey in lam yasuqhaa haddii gabaygan aanu siyaaqaynin in lam yasuqa haddii aanu siyaaqaynin oo isku tixtixin qariicu shicri shicirka tixdiisa haddii aanu isku tixin xasanu xasan hadaanu isku tixin yani waxa wey maaragtay ma dhibaateeyo oo maaragtay ikhwaani raximakullah halkaasaan ku joogeynaa ilahi subxana wa tacala inagu anfaco waxaad yeelaysaan qaybta dambe aynu ciraabteeda aynu ka tagnay haddaynu dee damcina inay ciraabno wakti badan baynagu qaadan lahayd wuxuu marka samaynaysaan idinku isku soo daya khamiistan isukan keena bal inaad inaad